المصري كلها وكل الناس في مصر مبروك، مبروك للعيبه، مبروك للجهاز الفني، مبروك لكل اللي موجودين في البعثه. روح صراحه دي روح منتخب مصر اللي احنا متعودين وكنا مفتقدينها من زمان موجوده دلوقتي. بقول لهم كلكم مبروك. مبروك طبعا حراس المرمى كلهم، شناوي، جبل، صبحي، جاد، زي ما قلت لك قبل كده. انا قبل كده هكررها، انا عندي كل اللي جون رقم واحد، اي حد هيبقى موجود بيلعب بيبان بالشكل اللي انت شفته. الحمد لله، نتمنى ان ربنا يكرمنا ان شاء الله. بالتاكيد احنا شايفين اي حارس بينزل في اي توقيت بيأدي وبيكون على العهد ودايما بيأدي مباراه قويه، واضح ان انت فعلا زي ما قلت بتعامل الاربع حراس معامله واحده. بص هقول لك حاجه، انا قبل كده قلت قبل كده وهقولها، انا بتعامل مع حراس مش مدربه، انا صاحبه صدوق. بنتكلم مع بعض على طول، تمريننا كله مش عايز اقول لك تمرين بسيط، ما فيش وقت عندنا اصلا. الاربعه بيشتغلوا بنفس المستوى، بنفس المجهود، بنفس الباور. عندنا هدف واحد زي ما قلت لك اللي هو كاس الامم، قبل كده هعيدها ان شاء الله، نتمنى ربنا يكرمنا. خلاص الحمد لله خلصنا النهارده، بنفكر في هذه النهائي. بس زي ما قلت لك احنا اسره واحده، احنا بنشتغل لمصلحه مصر. زي ما قلت لك مصر هيبقى عندها مش جون واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، هيبقى فيها عندها كتير. بس زي ما قلت لك هي الفتره معروف ان انت معاك اربع حراس مرمى، الناس اللي كانت بتهاجمنا زمان ان احنا قبل ما نطلع باربع حراس مرمى دلوقتي هيقول لك احنا كلامنا صح، لان احنا قبل كده اتقرصنا زمان في الموضوع ده. بس زي ما قلت لك انا بشكر الحراس كلهم، بشكر كل اللعيبه، بشكر الجهاز على الروح اللي موجوده والدعم اللي موجود. نتمنى ان ربنا يكرمنا ان شاء الله الفتره اللي جايه في الماتش اللي جاي ان شاء الله بتاع الكاميرون بعون الله. حضر يطمنا على الشناوي، ممكن يلحق الماتش اللي جاي؟ بص احنا برضه نفس بنعمل اشاعه زي ما قلت لك. نتمنى زي ما قلت لك، بس هي القصه كلها ماهيش بتاعتنا، دي بتاعت الدكتور، بتاعت الشناوي. ونتمنى ان هم يكونوا، اهم حاجه ان هم يكونوا سلام. وهطلع واقول مفيش جون هيلعب وهو عنده اي شك، اي جون عنده مش 100% مش هيلعب. ليه؟ عشان ما نقدرش نخسر تغيير زي ما حصل قبل كده في الماتشات اللي قبل كده من سنين. زي ما قلت لك نتمنى بس النهارده نطلع على خير ان شاء الله، ونحتفل النهارده ونفكر بكره في ماتش الكاميرون. كابتن عصام، مهم جدا ان انا اسالك، هل شايف ان سوق ارضيات الملاعب الشاويه هنا في الكاميرون سبب رئيسي في اصابه محمد الشناوي اول النهارده وجاب؟ الف مبروك يا شاوي. الف مبروك يا شاوي. موضوع الملاعب، الملاعب كلها موجوده على كل المنتخبات، هي صفقة بتاعت ربنا، بس اهم حاجه ان هم بيبانوا وبيشيلوا اهداف خطيره ممكن تعمل معانا في الماتشات يعني تبقى سلبيه. بس زي ما قلت لك احنا بنشتغل وبنجتهد واللي في الخير يا ربنا ان شاء الله. شكرا يا كابتن.